ما حدث اليوم من يعني إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك على ذمة قضية ولكن لسه محبوس، يعني رد فعلك إيه كمحامي ورد فعلك كرجل في الشأن السياسي أيضا؟ والله هو اولا فيما يتعلق بمساله اخلاء سبيله، هو مفترض انه يعني بقوه القانون هو مخلع سبيله منذ يوم 13 ابريل، نعم، لانه قانون الاجراءات الجنائيه لما نظم امر الحبس، اولا لازم نعرف ان امر الحبس هو ليس عقوبه، امر الحبس هو اجراء قانوني تحفظي بتملكه يا اما النيابه العامه او قاضي التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة مستورة أو محكمة الإحالة أو محكمة النقض، كل حسب الأحوال اللي نظمها القانون. الأمر الثاني إنه القانون الإجراءات نظم مسألة الحبس الاحتياطي ونظم مسألة الإفراج اللي سماها الإفراج المؤقت بنصوص محددة وواضحة. إنما عايز أقول لحضرتك حاجة من المفارقات الغريبة جدا، أن النصوص التي تسعف الرئيس المخلوع حسني مبارك هو النصوص اللي تم تعديلها بقانونين، الاول صدر في 2006 والثاني صدر في 2007 ومرر هذه التعديلات في داخل البرلمان بمقاومه شديده من الحزب الوطني وبعد الحاح شديد من المعارضه. شوفت بس عشان تعرفي الدنيا ازاي المساله، يعني انه يحبس بقوانينه. الله ينور عليك، يا سلام يا استاذه. وهذه القوانين اللي تم تعديلها بضغوط شديده جدا، ويعني كانوا بيقبلوا التغيير يعني ايه، مش بكل ما يطلب منهم ولكن يعني ببعض الاشياء وترقبها. لو انهم قبلوا بضمانات كثيره لكانوا استفادوا، عشان اقول لك ان يعني الذين يقاومون القانون ويقاومون اعمال سياده القانون يزوروا الامرين دلوقتي. طيب طب وده المصير، انا بنبه للرئيس الحالي اللي موجود، ايوه، عشان يتعظ ويفهم ان ما فيش حد فوق القانون وما فيش حد يخالف احكام القضاء وبعدين يقعد يقول ويتكلم ويقول ان احنا بنحترم القضاء واحكامه. طب موضوعنا استاذ عصام، يعني اللي بيقولوا ان ده مهرجان البراءه للجميع وشويه شويه هيخرجوا، ونفس الرئيس مرسي قال لك هيدوهم جوائز بعد كده، اتفضل. لا ده تهريج من رئيس الدوله الحقيقه، لا يليق بيه ولا يجوز ان يقول مثل هذا الكلام، وده كلام غير مسؤول ويحاسب عليه. لو اننا في دوله قانونيه حقيقيه يحاسب عليه حساب عسير، وكما قال في شان الجيش وكما قيل في شان الاعلام ينبغي ان يحاسب لاعلى اي حد واي شخص يسيء لاي جهه موجوده في الدوله. نرجع لمرجعنا واقول لحضرتك انه اولا اللي صدر اليوم قرار وليس حكما، دي نمره واحد. اثنين، ما هوش حكم براءه ولا حاجه، ده اخلاء سبيل متهم محبوس على ذمه قضيه استنفذ فيها المدد التي نص عليها القانون. لان المدد اللي هو نص عليها القانون، قانون الاجراءات، قال انه فيما اذا كانت جنايه يبقى 18 شهر حد اقصى للحبس الاحتياطي، اما اذا كانت العقوبه اللي يحاكم بها هي السجن المؤبد او الاعدام يبقى سنتين. هو تجاوز السنتين يوم 12/4، وبالتالي هو من يوم 13 مخلع سبيله بقوه القانون. نعم. القرار اللي صدر النهارده هو تحصيل حاصل او قرار كاشف بمعنى صح. اشكرك. ولم يستطع رئيس الدائره اللي كان بينصر لامره اول امس ان يصدر قرار في شانه، لانه كان متنحي او كان طالب تنحي عن الدعوه، ما يقدرش يفصل اي شيء متعلق بها. اشكرك استاذ عصام، اتفضل. اي حاجه ثانيه تحت امرك. لا اشكرك استاذ عصام الاسلامبولي المحامي بالنار.